ده جرح عويط قوي، ده بص اللي حرب النخاع. ايه اللي كان بس مخليني امشي في الطريق المهجور ده؟ وقع رمزي. بس انا بقى على قد ما انا زعلان، على قد ما انا فرحان بقى ان انا عندي دم. يلا يا رمزي، ايه اللي معادك؟ يلا. ايه يلا؟ ايه الدم ده؟ يا دول امال كركديه يعني؟ دم واحمر كمان. يا سلام، ده على اساس ان في دم اخضر يعني. وده من ايه يا؟ ما علينا يا عم، مش مشكله يعني. دولا يعني سممكن اسالك سؤال؟ سممكن؟ ايه سممكن دي؟ سممكن يعني. اسال يا سيدي. دولا لو انت بقى ماشي في طريق مهجور كده اهو، وطلعت بقى فرخه عضتك، هتعمل معاها ايه؟ فرخه بتنقر ما بتعضش يا عمي. سممكن يعني عضتك سممكن؟ لو سممكن عضتني يعني اكلها على طول يعني، مش هتكاكي. أنا بالنسبة لنا لا، ولا كاكي ولا بيض ولا حاجة، دي فرخة عادية. طب دولا لو بقى في المكان المهجور ده هو، مشيت بقى انت كده لوحدك وقطة طلعت عليك بقى وعضتك، هو ايه المكان المهجور اللي انا عمال قابل فيه حيوانات ده؟ سممكن يعني طلعت وعضتك؟ هتنونو احسن ما هوهو. تهوهو ايه؟ مش فاهم يلا. بقولك ايه، انا مش عايز من الصبح كده هو نقعد بقى نستهبل. قوم هاتلي فطار يلا يا غبي. يلا قوم يلا يا غبي يلا. دولا ما تقوليش انا غبي يا دولا. ايه في ايه يا ابني؟ وانا اول مره اقول لك يا غبي، ما انت غبي. تهوهو لي هات ولا ايه؟ ولا وعدك كمان يا دولا. ولا في يا رمزي، في كلب عندك يلا؟ ولا رمزي. اهدى في ايه يلا؟ في ايه؟ تعال تعال. الظاهر يا دولا ان انا تعديت يا دولا. انا اهدى يا رمزي، اهدى يا رمزي، يعني كلبه معضك تعديت. دولا قول لي ريكس. كلب معضك اسمه ريكس؟ يا دولا. طب يا ريكس اهدى كده، اهدى. نو 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 دولا. ايه؟ انا عايز ارجع بني ادم تاني يا دولا. يعني سهله يا رمز، سهله، ما تقلقش. ازاي يعني؟ يعني ممكن تاخد 21 حقنه وترجع بني ادم. لا انا ما بخاف، ما بحبش الحقن، بخاف منهم. طب امال عايز تاخد ايه؟ ابر. يا غبي، ما الابر هي الحقنه. سيبك الهز دي رمزي. اهدى. لا رمزي اهدى. يا رمزي طيب بلاش قطط، مش هنبيع قطط هنا، خلاص. اهدى. اجيب لك كوكتيل. فرخ مشوية. حاضر. بس. الو ايوه، لو سمحت والله كنا عايزين فراخ مشويه. لا بس عشان هصلي. ايوه فراخ مشويه، فرخه وكتر العظم. ها عايز عظم؟ وطحينه دول. طحينه؟ ده انت غبي جدا، في كلب ياكل. ايه عدوا كلب؟ يا ستي، وبقى بيهوهو دلوقتي. على فكره بقى، ده لازم ياخد 21 حقنه فورا، لانه لو ما خدهمش ممكن الفيروس ينتشر في جسده كله. ايوه، وايه اللي يحصل بقى بعدها؟ يطلع له ديل. يا سلام لو طلع له ديل، عشان لما يضايقني امسكه من ديله واقوم مطوحه كده، اقوم خبطه في الديل. يا نهار يا عادل، اوعى تعمل حاجه زي كده. على فكره الكلب بيعتبرها اهانه لما حد يمسكه من ديله. اصله بقى شرس قوي يا راني، انا بقيت اخاف اقعد انا وهو لوحدنا دلوقتي. طب انت ما تعرفش دلوقتي جنسيه الكلب اللي عضه ايه؟ هتفرق يعني؟ تفرق طبعا. متهيألي كلب بلدي. كلب البلدي جدع وابن بلد وشهم كده، وبالهوهوة الحلوة تقدر تكسب. أما حتة كلبة، ياه أحلى من نقنق 100 مرة. عليها ديل يوريني الويل. كلب لولو. دولا حبيبي. الكلب لولو. يا ما قالوا له بلاش تعض قط الجيران، ده قط شاطر ناصح وماهر، وكمان بيصطاد الفيران.
اخبار الهوهوا معاك ايه النهارده؟ من الصبح يا دوله وانا ايه صوت اتنبح هوهوا هوهوا. خلي بالك عشان الكلب اساسا وفي، بس انت عشان غبي مش فاهم. ايه وانا قلت حاجه غلط؟ مش انت غبي؟ يلا. وبعدين هي الهوهوا اكيد نبحت لك صوتك، لان اساسا انت مش مولود بتهوهو، يعني انت كنت مولود بتنهق يعني. قلبت معاك سكاوة ولا ايه؟ انا جايب لك هديه كمان معايا. ايه دوله ايه؟ اتفرج يا سيدي، اتفرج يا سيدي. بص 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 العظمه دي، ايه رايك؟ شكرا يا دوله، شكرا يا دوله. لا 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 لا، اصبر اصبر، بص اقف هناك، اقف هناك. يلا يلا كاتش كاتش. بقول لك ايه، اكلها في اي حته بعيد عن هنا عشان لو اي حد دخل علينا. يلا شكرا يا دول حبيبي، دول حبيبي. يلا يلا. كانت ناقصه هبل. اقول لك كده بالظبط، هو ابتدى يهوهو. ادي هوهو، هو البني ادم اللي زي ده ناقص كمان عليا هوهو. والله انا مش فاهمه حاجه، ايه الحكايه بالظبط؟ يعني انا مش فاهمه يا رانيا يا حبيبتي، يعني انت بوداناتك سمعتي عادل هو اللي قال؟ طالما قال ان هو بيهوهو يبقى بيهوهو. عادل ابني عمره ما يكذب ابدا. عادل ابنك يا ماما الكذب نفسه، الكذب عينه. الصراحه يعني جوزك بقى بيهتش كتير قوي الايام دي. بلدي زيك وزي ابوك. يا خساره، لو كان بوليسي كنت بعتهولكوا وكسبت فيه كمان. وادي انت تشيكي ناحيه الكلب هيهبشك. فاشر، انا ما بخافش من الكلاب ياما. يا ما تقولش ياما، دي بتنرفزني، اسمها ماما. ماما على كده بقى يبقى هياخد 21 حقنه. يا ماما، مع تطور العصر بقت حقنه واحده بس. يا عيني يا رمزي، بجد صعبانان عليا جدا، ده ممكن يفضل كلب طول عمره. ايدك بس يعني عشان الحوافر بس. اتفضل اتفضل. بس انا زعلان منك بجد يعني يا رمزي. معقوله؟ ليه بس يا دوله ليه؟ معقوله كل ما تشوف قطه ماشيه في الشارع تقعد تهوقع عليها؟ يا دوله هم اللي بيقعدوا يبصوا لي كده بصات غريبه يا دوله. تجاهلهم يا سيدي، وبعدين مش لدرجه تهوهو وتجري وراها يعني. ما انا ما انا ما بقدرش يا دوله، ما بقدرش. ليه يعني ما بتقدرش ليه؟ امسك نفسك. لا يا دوله، اصل هو ده طار ما بيني وما بين القطط، يعني لا يحميه الا السنين. طيب يعني انا كمان بقى شكلي وحش يعني اما الناس يشوفوني كده واقف معاك وانت بتجري ورا قطه، يعني شكلي بقى وحش. بص يا صاحبي، لو انت شفتني يعني بجري ورا قطه اقعد استخبى كده وانبقى في اي حته علشان بقى علشان يعني ما تقعدش بقى تتحرج يعني. ما هو بس يعني حاول تمسك انت نفسك، انت برضه كلب لكن في النهايه انت بني ادم. طب يا جماعه، انا ما بحبش الكلام الكتير اقول لكم ايام، اشتروا بقى مني الكلام ارخص. واحد منكم انتوا الثلاثه هو اللي سرق الفلوس، وفرده الشراب دي بتاعه الحرامي. ليه حته؟ كان بيكسر الدرج برجله. انت لطيف. طبعا حته. يا استاذ عادل في ايه؟ تعال. في جريمة سرقة يا استاذ عادل وريحتها وحشة. حد يعني سرق؟ درج الفلوس اتفتح واتسرق يا استاذ عادل، وفردة الشراب دي بتاعت الحرام انا متأكد. ما لبستش شرابات. وانا كمان. انا عمري ما لبست شرابات اصلا. وريني الشراب ده. اهو. ريكس. نعم. تعرف لو شميت الشراب ده تعرف مين صاحبه؟ طبعا يا دولة طبعا. مسك عليا ريكس. يا عم انا اللي مسروق يا عم. فرحان حتة. انا اللي كسرت الدرج، انا اللي كسرت كل حاجه. الحقني يا استاذ. يلا يا ريكس، يلا كل كل. ايوه برافو 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 برافو. يلا جود بوي جود بوي جود بوي. يلا اشرب بقى اشرب بقى اشرب.
على فكره انت عندك ايد ممكن تاكل عادي، انت بني ادم يعني. ايوه دول بس انا كده بسرح اكتر. بجد ده بيصرف زي الكلاب. ايوه مامي وطي صوتك يا مامي هيزعل منك. على فكره يا جماعه انا مش مصدقه اللعبه المعموله علينا ده، انا حاسه ان ده ملعوب من رمزي والزفت عادي. لا يا سناء لا ما هوش ملعوب، لان فعلا رمزي عنده كلب. مش عرفك انت شكله، بص بياكل ازاي وبيتصرف ازاي. انا كنت عارفه، كنت عارفه من الاول انه كلب، اصل انا كلبي دليل. طب انتوا مش هتشوفوا له اي حاجه تانية ياكلها مع الكفته مثلا؟ يعني اي حاجه ورك بتاع دي، حمامه، جناح فرخه مكسوره، اي حاجه. انا عايز بولو بيف. بولو بيف؟ ده انت مصدق نفسك بقى ومصدق انك كلب بجد. اسكتي ما تظلموش. بس 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 انا هثبت لكم ان كان ده كلب ولا رمزي. بتعملي ايه يعني؟ يا حرام. بس رمزي. بس جود بوي رمزي. قولي له يا ريكس. ريكس يلا يلا العب كوره. يلا يلا العب الكوره. يلا العب الكوره. يلا انا عايز العب الكلب الحيران.